الأسد في البرية قوة طبيعية، خطر، جريء، داهية، وأحياناً لطيف. لكن الإمساك بالأسود في البرية يتطلب مهارة ورغبة في اللعب بحسب قوانينها. هنا كل صورة استثنائية لها أسبابها، والمفترسات ترسم المشهد. هذه سيرنجيتي كما يعرفها معظمنا، مكان خصب، عشب أخضر، قطعان ضخمة، وفرائس عديدة. مكان مثالي للحيوانات المفترسة. لكن على حافة الحديقة الشرقية يقبع عالم خاص. هنا الفرائس نادرة، والماء أكثر ندرة. لكن إحدى مجموعات الأسود وجدت طريقة للعيش في هذا المكان المنعزل. يطلقون عليه اسم فومبي، ويعني الغبار باللغة السواحلية. والمصور المشهور مايكل نيكولس هنا ليروي قصتها لناشونال جيوغرافيك. يسميني الناس نيك، أعمل مصوراً لناشونال جيوغرافيك منذ أكثر من 30 عاماً، مركزاً على حماية الحياة البرية. هدفي الحفاظ على ما تبقى من الحياة البرية وإصلاح ما يمكن إصلاحه. يسعى نيك إلى صور قد تغير نظرة الناس إلى الحيوانات التي يظنون أنهم يعرفونها. يشاركه في هذه المهمة المصور السينمائي نيثان ويليامسون. طلبوا منا في ناشونال جيوغرافيك تغطية الأسود في سيرنجاتي. من أجل شيء كهذا سبق وجرى تناوله من قبل، المفترض أن نقدم للناس شيئا جديدا. يحاول نيك ونيثان الجمع بين الصور الجامدة والمتحركة لرصد حياة الأسود في المواقف الصعبة. اختارا هذه المجموعة لكي يبينا صعوبة حياة الأسود وهشاشتها. أعداد الأسود منخفضة عما كانت عليه. التناقص سببه التوسع العمراني في كل أنحاء أفريقيا، ونحن كنا نحاول إيجاد طريقة لننقل هذه الصورة إلى العالم بشكلها الواقعي. كنا نبحث عن موقع يكون فيه التناقص بارزاً، بحيث يظهر عنصر الدراما فيما يجري مع هذا الحيوان. انضم إلى فريق مشروع الأسود في سيرنجاتي الذي يدرس سلوك القطط الكبيرة منذ 60s القرن الماضي. وجهتهما الأبحاث مباشرة إلى فومبي. خضعت الأسود للدراسة من قبل المشروع طوال عقود، ونحن أردنا تناول هذه الأسود لأن وجودها كان هشاً وظروفها ملأة بالتحدي. جئنا مباشرة إلى هذه الزاوية النائية من الحديقة حيث أردنا التركيز على الأسود. كانت المنطقة كسطح القمر، كانت تبدو قاسية، ومن الصعب أن نتخيل أن أي شيء قد ينجح في العيش هنا. ثم وجدنا هذه المجموعة من الأسود الجرباء اليائسة الشاردة في وسط اللامكان. إنها مهددة بالخطر من جميع الجوانب. عندما رأيت تلك المجموعة ومن الدقيقة الأولى تأثرت كثيراً بذلك المشهد. وصل نيك ونيثان في موسم الجفاف، حيث الوضع في أسوأ حالاته. لا مياه
لا عشب أخضر، لا فرائس في الأفق. كانت تتألف مجموعة فومبي لدى وصولنا من 5 إناث و9 أشبال، كانت تجاهد لتحافظ على وجودها في هذه الأرض القاحلة الجافة المغبرة. كانت الأشبال مثيرة للشفقة، كانت يائسة، كانت جرباء، عظامها بارزة، وكانت تتقاتل على أي نقطة حليب تتوافر. في ظل ندرة الفرائس في هذا الجزء من سيرنجيتي، يجب أن تستغل المجموعة كل فرصة. وضع الباحثون طوق تعقب على أنثى واحدة في كل مجموعة ليتعقبوا موقعها من أجل بحوثهم. نحن كنا هناك نراقبها، نشاهد ما يجري، والأنثى الموسومة وقفت تحدق في المسافات البعيدة. لم يكن لدينا فكرة عما كانت تنظر إليه. لم يرى نيك ونيثن شيئا. تبدو الأرض بكرا. عندما وصلنا إلى هناك، كانت الأنثى الموسومة وبعض الإناث الأخرى الكبيرة تفحص في ذلك التراب الجاف المغبر. يبدو أن الأنثى الموسومة تقود العملية. كانت مهتمة جدا بما في تلك الحفرة. إنه خنزير. مجرد فكرة أنها قد تدخل في تلك الحفرة وتسحب ذلك الشيء إلى الخارج هو فكرة عجيبة، لأنكم تعرفون أنها مصرة على المجازفة بهذا الأمر لأنها كانت يائسة. تتمتع الأنثى الموسومة التي شاهدناها ببعض الوقار، بدت عليها ملامح القيادة، لكن عندما أمسكت الإناث بالخنزير لم تتقدم وتقدم ولو قدمة واحدة، لأنها كانت تعلم بوجود واحد آخر في الداخل. لقد أثارت إعجابنا، كانت تعلم بوجود خنزير آخر هناك، وكانت مصممة على ألا تأكل من الخنزير الأول لاهتمامها بالمجموعة. هبط الظلام. أخيراً حصدت نتاج إصرارها. في تلك الليلة ذهبت إلى المنزل وفكرت أي مشروع نحن بصدده. الشيء الجميل الذي استنتجته من تلك الصور، لن تعرف ماذا حدث إذا لم تشاهد الفيديو، لكن تجميد الصورة هو ما يستوقفك، إذ يمكنك أن تتمعن فيها وتعرف ماذا يفعل الجميع. الأنثى الموسومة معنية كثيرا بتماسك المجموعة. تلك كانت تضحية غير متوقعة من حيوان بري. كان ذلك الشيء الوحيد أكثر من أي شيء آخر جعلنا نعجب بالمجموعة. لقد احترمنا كثيرا ما كانت تفعله. حتى لو وجد الطعام، أنت بحاجة إلى ماء لكي تعيش، وكما حال الصيادة العظيمة الأنثى الموسومة، الأسود ما زالت بحاجة إلى ماء، وكنا جميعا يائسين ننتظر المطر. عندما تفكر في الأسود وأيام الجفاف، تجد أنها لا تملك ماء ولا طعاما أو مأوى، لا تملك شيئا، كأنها تعيش على سطح القمر أو في الصحراء.
في مواسم الجفاف تأتي العواصف مسرعة، لكنها لا تدوم طويلاً. فحالما يبدأ تساقط المطر تبدأ الأسود بلعق بعضها بعضاً، ونحن كنا نتساءل ماذا يجري هنا؟ هل تتكاثر؟ أهذا نوع من احتفال ما؟ في النهاية اكتشفنا أنها كانت تلعق الماء عن ظهور بعضها لكي تشرب، لكون المطر كان شحيحاً وقليلاً جداً بحيث لا يكون بركاً للشرب. كان مشهداً غريباً، إنه يدعوك إلى التفكير في أن ما يحدث يفوق الخيال. أن تحاول أن تستمر في الوجود في طبيعة قاسية لا تستقر المياه على الأرض، لذا تضطر أن تشرب المياه عن ظهر بعضها. المطر شيء جميل، لكنه مؤقت، والتحدي كبير أمام مجموعة فومبي. إنه أواخر شهر كانون الثاني يناير، انقضى موسم المطر القصير. بعد مضي أشهر رجع نيك ونيثن إلى المجموعة. كانت رحلتنا الأولى بمثابة تعارف مع الأسود. التقطنا صوراً بواسطة الكاميرا اليدوية في أثناء جلوسنا في السيارة، ولا يمكنك أن تفعل كثيراً إذا كنت تصور من السيارة. في الرحلة الثانية أردنا أن نستخدم بعض الأدوات التي تمكننا من الانخفاض والاقتراب أكثر فأكثر، وأن نكون مباشرة بين الأسود. إذا أردت أن تكون ملك الوحوش فيجب أن تكون فعلاً ملك الوحوش. لا يمكن أن يكون ملك الوحوش ذلك الذي أنظر إليه. الحميمية هي كل شيء. إذا أنزلت كاميرتك على مستوى الأرض تراه بوضوح. إنه أسد قوي وكبير وقد شغفت به. كنا نحاول دائما أن نجد منظورا مختلفا، والمهمة السابقة قبل الأسود كانت الفيلة. أجرينا اختبارا هناك ووضعناها على الأرض بحيث بدأ الأمر كأنك تنظر إلى الفيل من منظار خنفساء الروث. سوف نستعين بالعصا. أنا كبير جدا في السن، لا أقوى على الانبطاح بسهولة، لذا سنستعين بالعصا. نجحت الفكرة بطريقة مدهشة مع الفيل. استطعنا الحصول على صور متضاربة، ولو نظرت إليها لكان لسان حالك يقول رائع. ماذا يجري هناك بالضبط؟ لكن هذه الفيلة كانت أليفة. الحصول على المنظور نفسه مع الأسود البرية سيكون تحديا مختلفا كليا. الفرق الواضح هو أن الفيل لا يعض، لذا يجب أن تفكر في الأمان. يجب أن لا تنسى أن الأسد قط كبير، وآخر شيء قد تفكر فيه هو أن تلهو مع القطط. صمم هذا الروبوت خصيصاً لنا. إنه مزود حزام عجلات وعلبة مدرعة لاحتواء الكاميرا. صنعناها بحيث تستوعب آلتي تصوير، وهما واحدة لنيك لكي يستخدمها لالتقاط صور جامدة، والأخرى لأستعملها في صناعة فيلم. مع هذه الأدوات عندما تحصل على قائمة الأمنيات قد يقول أحدهم يمكنكم الحصول على أي شيء، وفجأة يصبح كل شيء معقداً مثل هرم أوراق اللعب. أنت تتساءل أي ورقة ستسقط. سنتفقد الخيمة ثم نعود إلى المجموعة. بينما كان يعمل نيثن على الروبوت، ذهب نيك وزوجته عالمة الطبيعة لتفقد المجموعة. أعادت الأمطار الأخيرة الحياة إلى الأرض القاحلة. يبدو أن الأسود تبلي بلاء حسنا. عند عودتنا كانت الأشبال قد كبرت وأصبحت أقوى، باتت بنصف حجم الأم. إنها تأكل اللحم، لكن أحدها كان مفقوداً. كان العدد 9 وأصبح 8. كنا نتوقع بعدما شاهدنا كيف كانت تستلقي وتتصرف وتأكل أن تكون ضعيفة. هناك دخلاء، لابد أن أحد الدخلاء قتله. البقاء للأقوى. لكن حالة وفاة واحدة في خلال موسم الجفاف ليست مسألة كبيرة.
في أفريقيا أكثر من نصف الأشبال يموت قبل عمر السنتين. تتحدى فوم بالصعاب، لكن نجاحها سيف ذو حدين. كلما كان عدد الأشبال الجائعة مرتفعاً، زاد الضغط على الإناث لتوفير الغذاء لها. في المخيم نجح نيثن أخيراً في تشغيل الروبوت. الآن حان الوقت لمعرفة رد. منذ وصول نيك ونيثن إلى سيرنجيتي لم يريا سوى إناث مجموعة فومبي والأشبال، لكن هناك أسوداً ذكوراً في هذا الجزء من الحديقة أيضاً. يضفي الذكور تعقيداً على ديناميكية المجموعة، والمصورون ينتظرون وصولها بفارغ الصبر. كمصور للحياة البرية لا يمكنك التحكم بالحيوانات، لا يمكنك القول يستحسن أن نخرج الذكور غدا. أقصد إنها مهمة صعبة، نحن ننتظر وصول الذكور ونحن لا ندري متى يحصل ذلك. لأسابيع عديدة بقي نيك ونيثن مع الإناث، لكن في أحد الأيام تغير كل شيء. عندما وصلنا إلى هناك أول مرة رأينا ذكراً مع فومبي، كنا متحمسين جداً. كنا في أول المساء، كنا نعرف أننا سنخوض هذه التجربة وسنبقى أطول وقت ممكن. في أي وقت حيثما يوجد ذكر بين الإناث لابد أن يحدث شيء. هذا جيد، هذا جيد. فكرت أنني سأشاهد ذكراً غريباً لأن المجموعة كانت تتصرف بغرابة. إذا كان هذا الذكر لا ينتمي إلى المجموعة، فسيحاول قتل الأشبال للقضاء على نسل الذكور المنافسة ولإعادة الإناث إلى حظيرته. لكن الإناث ستحاول إبعاد الذكور إذا استطاعت. في أحيان كثيرة تموت الإناث في محاولة حماية أشبالها، إذن ستقع معركة ملحمية ما. أقصد لا شك في أن تلك اللبوات الخمس تؤلف قوة لا يستهان بها. كانت كما أطلقت عليها كعصابة الدراجات، أقصد أنها قوية. لحسن الحظ تبين أنه سي بوي، الذكر الضخم الذي كان أباً لعدد من أشبال فومبي، لكن هذا لا يعني أنه مرحب به. عندما رأينا سي بوي مع الإناث أول مرة شعرنا بالتوتر. كان هناك تلك الهدنة الحذرة حيث بدت اللبوات متسامحة، لكن لم يسمح له بالاقتراب كثيراً، ولذلك بقي على الأطراف. يبدو أنها لم تكن تعرف ماذا تصنع معه، وليست واثقة به كلياً. مع مرور الأيام بدت الإناث مرتاحة إلى سي بوي، وحتى الأشبال بدأت مع وصول سي بوي حصلت فومبي على الحماية اللازمة ضد الأسود الذكور الأخرى. ما زالت الإناث مستنفرة لكي تضمن ألا يعامل الأشبال بخشونة،
لكنها تتفهم طباعه لكونه أسدا قويا استطاع الاستمرار في البقاء. السابع عشر من آب أغسطس عام 2009. أخبرنا الباحثون أن سيبوي سبق أن طردته من مقاطعته السابقة مجموعة ذكور شقية وقوية تعرف بالقاتلة. إحدى الباحثات وتدعى أنجيلا كانت هناك ورأت الجماعة القاتلة تهاجم سيبوي، وقد نجحت في التقاط صور مدهشة لتلك المعركة. عندما ابتعدت قليلاً قلت في نفسي أنا في وسط معركة كبيرة يا إلهي، 3-1. ثم تقدمت الأسود نحوه، فيما أنا هنا مع عدستي لا أستطيع ضبطها جيداً، أحاول توسيع المجال قدر الإمكان. إنها قرب سيارتك؟ أجل صحيح، كأنها بين سيارتي. يا إلهي، حتماً كان الصراخ عالياً. كنت متأكدة أنها ستقتله. كانوا 3-1، لكن المفاجئ أن سيبوي قد نجا من هذا الهجوم، هرب إلى مقاطعة جديدة واستولى على مجموعة فومبي. كان لديه قصة رائعة، لقد كان شقيا بكل معنى الكلمة. أعني هذا الذكر قوي، فقد تغلب على 3 ذكور أخرى، لذا فقد أصبح مهما بالنسبة إلينا. يوفر سيبوي مستوى معينا من الأمان تعجز عن توفيره الذكور الأخرى، ومع ذلك قد يجد صعوبة في مواجهة الذكور المنافسة وحده. أول المشتبه بهم أعداء سيبوي القدامى. عادت الجماعة القاتلة إلى الساحة، وهذه المرة هي 4، ويجب أن لا يستهان بها. من أجل استمرار البقاء في مكان كهذا أنت بحاجة إلى فريق عمل، والإناث تجتمع معا وتؤلف مجموعة ويعتني بعضها ببعض، إنها يحمي بعضها ظهر بعض وتدافع عن مقاطعتها معا متحدة. تتبع الذكور الخطوات نفسها حيث تشكل ائتلافا لمنافسة ذكور أخرى. تعد الجماعة القاتلة حلفا أيضا، لكن نيك ونيثن لم يشاهدا سيبوي إلا وحيدا أو مع المجموعة. خرجنا في المساء وشاهدنا سيبوي يتجه نحو منطقة صخرية. كان يحاول التناسل مع هذه الأنثى، لكن يبدو أن هناك مشكلة. بدأ سيبوي بالزئير، ثم راح يجري بالاتجاه نفسه فيما كان يزأر، ونحن بالطبع لحقنا به. في النهاية شاهدنا في الاتجاه الذي كان يسير فيه أسداً آخر يتجه نحوه. عن بعد لم يتضح إذا ما كان ذكراً محتالاً أو واحداً من الجماعة القاتلة. لكن تبين أنه ليس أياً منها. تبين أن لسيبوي شريكاً حليفاً أيضاً، سماه الباحثون هيلدور. كان هناك تلك اللحظة المدهشة حيث يؤدي الأسدان تلك الحركة، هذه الرقصة القصيرة. بالنسبة إلي هذا مثال جيد على الائتلاف، وهذان الذكران يؤكدان بطريقة ما الرابط بينهما. الأسود الذكور مضطرة لفعل هذا، الذكر الوحيد هالك لا محالة. الائتلاف بين 2 لن يكون قوياً إلا بوجود سيبوي.
بوي أب لعدد من أشبال فومبي وسيقاتل من أجل بقائه، لكن وصوله يزيد الضغط على إناث المجموعة. في بعض الأحيان تشارك الذكور في الصيد، لكن ما رأيته كان عكس ذلك تماما. رأيت نفاية تؤكل لأنها فقط توفر الحماية، إنها حالة تشبه المافيا. هناك نظام واضح متبع، الذكور تتحكم بما تصطاده المجموعة، وعندما تصطاد الإناث فريسة يأخذها الذكر ويأكل منها حتى التخمة. لا يتبقى سوى قليل، ومع مجموعة كبيرة بهذا الشكل غزال صغير أو أيا كانت الفريسة لن تكفي الجميع حتى الأشبال. كانت الأشبال تقاتل لكي تلعق الدماء عن العشب لأن هذا كل ما تبقى من الفريسة. لم أتوقع يعض مؤخرتها لكنه فعل. هذا فظيع فظيع. أعتقد أن الإناث تجد صعوبة في مشاهدة الذكور وهي تأكل بنهم وتملأ بطونها ثم تترك قليلا من الفضلات للأشبال. إنه الثمن الذي تدفعه المجموعة من أجل الحماية. لديها الآن ذكران قويان مخلصان يصدان عنها الهجمات، لكن بوجودهما هناك جوفان كبيران خاويان. عندما دخلنا في هذا المشروع قال الجميع لا تفعل الأسود شيئا سوى الاسترخاء والنوم. هذا صحيح، إنها تنام كثيرا، لكن هناك وجها آخر لشخصية الأسد يظهر عند مغيب الشمس. إنه يبصر ليلا أفضل من الفريسة، فإذا كان الظلام حالكا يصبح في إمكان الأسد أن يجري بين الفرائس وهي لن تدرك وجوده بسهولة. أما نحن فقد اضطررنا إلى إيجاد طريقة لتغطية ذلك. بوجود 5 إناث وثمانية أشبال سريعة النمو وذكرين، المجموعة بحاجة إلى كثير من اللحم الطازج. كل فريسة قد تحدث فرقا بين الحياة والموت، لذا مهم جدا عدم إزعاج الأسود أو الوقوف في طريقها. لكي تحقق الأسود أقصى نسبة نجاح يجب أن يكون الضوء منعدما، حتى ضوء القمر قد يعرقل عملها، وبالنسبة إلينا هذا يصعب الأمر كثيرا. كاميراتنا كانت عاجزة عن الرؤية في غياب ضوء القمر، لذا كان علينا توجيه هذا الضوء الخفي الذي لا تراه سوى الكاميرات. يكاد العمل في الليل يكون صعبا لولا الظروف التي يمكن أن تهيئها لنفسك، لذا فكرت أنه مهم جدا أن أستخدم الضوء الخفي. تبدو الفكرة بسيطة، عظيم، توجيه بعض الأشعة ما دون الحمراء الأسود لا تراها، ممتاز. الحقيقة أن الوضع كان شاقا علي، أقصد أن القيادة في الليل أصبحت صعبة جدا لأنه لم يكن باستطاعتي الرؤية أبعد من مجال الضوء المسلط. راقبي ذاك المقبل من خلفنا إلى اليمين. لا أعلم، تخيل أن تكون مربكا لا يمكنك الرؤية ومركزا تصطدم بالحفر ولا تقدر أن تفعل ما تريد فعله فعليا، لكن بالعمل في الليل شعرت كأني أدخل عالمها. حتى
حدثت مواقف أمامنا مباشرة. لقد أطبقت على حيوان ما، وصلنا إلى هناك قبل أن يقضى عليه. العينان كانتا لا تزالان تتحركان، وكان سهلا أن تدرك أنه لا يزال حيا ويصارع. أعتقد أن الصور التي لدينا واضحة جدا، إنها تبين أي عائلة تلك التي صارعت للبقاء في هذه الأرض العجيبة. صورنا لقطات عديدة كانت رائعة جدا. تمثل الأكل لدى العائلة. كانت ترجمة الصورة هو التالي: لقد أطعمنا العائلة اليوم. تمر الأيام في فترات الصيد ببطء، لكن وراء الأفق الجماعة القاتلة تستعد للغزو. الذكور التي طردت سي بوي من مجموعته الأخيرة تبحث عن آخر لكي تهزمه. إنها مشهورة بقتل الأشبال والذكور المنافسة والإناث البالغة التي تقف في طريقها. من ضمانة على قدرة سي بوي وهيلدور على الدفاع عن المجموعة من المفترسات حتى لو شاركت الإناث في الدفاع، بينما الأشبال تستعد لتنطلق وحدها. توشك مجموعة فومبي أن تواجه التحدي المطلق لكي تستمر في البقاء. أبريل على ناشونال جيوغرافيك أبوظبي. إنه منتصف الليل، بدأت الجماعة القاتلة بالتحرك. الفريق يتعقبها إلى مقاطعة فومبي ويستعد لمشاهدة الاستعراض. لكن قبل حدوث أي احتكاك تتأهب الأسود وسط الزئير. هناك ذلك التواصل العجيب خصوصا في الليل، حيث نحن مع فومبي ونسمع الزئير الآتي من بعيد، وفومبي يقظة وتستجيب للزئير. هي تعرف تلك الأصوات جيدا، وحتما تتواصل فيما بينها بواسطة الزئير. من الأشياء المدهشة التي اكتشفها الباحثون أن الأسود قادرة على العد، وهي تستخدم الزئير لكي تقرر إذا ما كانت ستهاجم أم لا مجموعة أخرى من الأسود، والمجموعة الأخرى عددها 5، غالبا ما تبتعد المجموعة الأخرى. قام في أكثر الأحيان مزدوجة، 4 منها في مقابل سي بوي، هيلدور و5 إناث. مع الوقت سوف نعرف إذا كانت المجموعة القاتلة تحب هذه المفارقة. هل استطلعت هذه الناحية؟ لكن الليل لم يجري كما كان مرجحا. مع اقتراب المجموعة القاتلة تعترض أنثى وحيدة طريقها. ارتبكت المجموعة القاتلة، واحد منها لاحق الأنثى فيما الأسود الأخرى بدت فجأة غير مركزة. المثير أنه عندما تغزو المجموعة القاتلة لا تلاحق فومبي.
في الصباح عبرت المجموعة القاتلة مقاطعة فومبي ثم عبرت إلى أخرى. ربما الأنثى أبعدتها عن لعبتها، أو ربما قررت المجموعة القاتلة أن مكانا قاحلا كهذا ويفتقر إلى القطعان لا يستحق القتال. المكان لا يستحق، لن تقضي الأسود على سيبوي من أجل ذلك. لقد مر تهديد فومبي على خير، والحياة ستكون أفضل بكثير. المطر في عالمي أنا هناك يمثل في بعض الأحيان الإنقاذ. انعطفي باتجاهه قليلاً. بالنسبة إلينا المطر صعب المهمة. المياه تتساقط على عدساتك في أثناء التصوير، المطر ينهمر، أما في السيارة فالمطر يتسرب في كل فتحة. المطر يعني أشعة الشمس في حياة الأسود، إنها على حافة الخطر. ثم يأتي المطر وتظهر الفرائس، وكأن الحياة فجأة أصبحت سهلة جدا. بعدما هطل المطر وأصبحت الأرض مأهولة بحيوان النو، كان لابد من طريقة للإضاءة على ذلك. لذا استعنا بهذه التقنية الجديدة، هي هذه الطوافة الصغيرة التي استخدمناها لرفع كاميراتنا عن الأرض مسافة تتراوح من 20 إلى 30 متراً. وبهذه الطريقة بالارتفاع عن الأرض ولو قليلاً استطعنا أن نبين تلك المساحة الواسعة من مقاطعة فومبي بحلتها الجديدة، وكيف كانت حيوانات النو تأتي وتتجمع حول جداول الماء الصغيرة. بالنسبة إلى فومبي إنه موسم الوفرة، المياه تفوق حاجتها إلى الشرب، حيوانات النو بالآلاف. لقد نجت الأشبال من أول مواسم الجفاف الخطرة وباتت جاهزة لتتولى أمرها بنفسها. كانت الأشبال في وضع مختلف تماماً عندما بدأت البعثة. عندما تعرفنا إلى فومبي كانت الأشبال عرضة للخطر ولم تكن تتدبر أمرها بسهولة. كانت صغيرة وعظامها بارزة وجرباء، كان مصيرها غير معلوم. وعندما تركناها كانت تقارب السنتين من عمرها، كانت بحجم أماتها تقريبا، كانت قوية واثقة، كانت مختلفة كليا. لا شك أن هذه الأشبال استطاعت الاستمرار في البقاء بفضل أماتها التي كانت قديرة وشغوفة. نجحت فومبي في تربية الأشبال من الطفولة إلى سن البلوغ. إنها عملية نجح المصورون في نقلها من كل الزوايا تقريباً. أنا أؤمن بالتاريخ. أعتقد أن الهدف كله من عملي هو أن تسجلوه وتقفل عليه وتحتفظ به. إنه يمثل تلك اللحظة في عالمنا، وقد يكون لها تأثير. أنتم بلا شك تريدون أن يهتم الناس أن يأتوا ويعتنوا فعلياً بتلك الحيوانات، أن يشعروا بأنها تستحق الإنقاذ، تستحق الاحتفاظ بها لأن وجودها في هذا العالم مهدد. هذا المشروع لم يكن عن مجموعة فومبي، بل كيف سرقت قلوبنا، كما أنه أطلعنا على أوضاع الأسود المهددة.